الكابتن محمود صالح ورقم 13، رقم المفروض ان هو الناس بتفتكره رقم يعني ما بيجيبش الحظ، لكن رقم 13 ايه بالنسبه لك كابتن محمود؟ لا انا لما ابتديت العب ماليش رقم معين، يعني مثلا الكابتن مصطفى يونس بيلبس خمسه، البس خمسه بقى يعني. لو بالمناسبه كان معانا كابتن شطه امبارح وكان برضه 13، طبعا ما كانش في نفس مركز حضرتك، بس فعلا من الواضح انه مش مرتبط بفكره التشاؤم والتفاؤل ولا السحر ولا الشعوذه، ده هو يعني وشه حلو عليك، وشه حلو على لعيبه كبار يعني عماد متعب وكذا، يعني ناس بالزبط. كتير مثلا الكابتن صفوت الله يرحمه مش موجود بيلبس اربعه، البس اربعه. فبعد جه في 82 كان الكابتن شطه اعتزل. فدي كانت الرقم بتاعه سلمه لك بقى، فانا قلت اخد الرقم ده. انا كنت حريص ان يبقى ليا رقم يعني. وعلى فكره انت اكيد عارف الحته دي، لازم تلعب بالرقم، صعب تغير الرقم ده. انا على فكره الناس اللي ما تعرفوش، انا كنت في النادي الاهلي كنت بلبس سبعه مثلا على سبيل المثال، لبست رقم سبعه، وبعدين في المنتخب اربعه، وزي ما في المانيا، كنت برضو اربعه، ورجعت لسبعه تاني في اخر ست شهور ليا في كازلاوتن لبست رقم سبعه. بس دايما يا كابتن بيبقى في رقم محبب، يعني انت لما يعني في لعيبه على فكره بتتشائم جدا ان لا هيغير رقم الفانيلا او ما تقدرش. انا بعد فتره كنت كده، لازم البس 13 يعني ما تقدرش تلبس، صعب بتحس صعب انك هتلعب ماتش وحش. 13 ما تلبسوه خلاص يعني خلاص لازم حضرتك. ده الرقم ده بتاعي، لا انا يعني بتفائل بيه يعني ومبسوط ان انا لابسه وكملت بيه بقى. كابتن يحيى كنت رقم كام؟ اربعه. طب ده حاجه حلوه قوي، سردباك وليبرو يعني.